السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. فيديو جديد ومنحة جديدة للطلاب اللي موجودين بتركيا واللي عم يدرسوا بالجامعات التركية مراحل الليسانس الماستر والدكتوراه. قبل ما نحكي عن هاي المنح، يا ريت تعملوا اشتراك بالقناة، تفعلوا زر الجرس اللي موجود تحت، وايضا تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو اذا شفتوه مناسب، وخلوا الجميع يستفيد. وخلونا نبلش نحكي عن المنحة. اعلنت ادارة المنحة التركية عن منحة النجاح، واللي هي مثل ما حكينا تقدم للطلاب اللي هن بيدرسوا بالجامعات التركية حاليا بالمراحل الثلاثة اللي انا حكيتهم. المنحة مالية فقط، بتقدم فقط 450 ليرة طلاب الليسانس او البكالوريوس، 600 ليرة طلاب الماستر، و900 ليرة طلاب الدكتوراه. شو هي الشروط اللي هي انت لازم تكون محققها لحتى تدخل بهي المنحة؟ اول شغلة، لازم يكون انت معدلك اذا كنت طالب ماستر او دكتوراه، لازم يكون عندك معدلك فوق 3.5 لحتى تقدر تقدم على هي المنحة. اما بالنسبة لطلاب الليسانس او البكالوريوس، فهن لازم يكون معدلهم فوق 3، واذا كان عندهم اذا كانوا من اللي بيدرسوا افرع طبية، طب اسنان، طب بشري، صيدلة، فمعدلهم فوق 2.5. وايضا بالنسبة للطلاب بشكل عام، لازم انت تكون انهيت فصلين دراسيين، يعني سنة كاملة خلصتهم لحتى تقدر انت تقدم على هي المنحة، ولازم ما تكون استفدت ابدا من اي منحة تانية. شو هي الاوراق المطلوبة لهي المنحة؟ اول شيء لازم يكون عندك انت شيء اسمه ورقة الطالب، الكل بيعرفه طبعا اللي بيدرس هون، رانجي بلقسي. لازم تكون عندك هي الورقة، لازم تكون هي الورقة مستخرجة بعد 1/10/2019. ايضا لازم يكون في ترانسكريبت او ورقة او كشف العلامات، هي كمان لازم الطالب تكون اخذها بعد 1/10/2019. ولازم تكون هاي الورقتين، يعني سواء رانجي بلقسي او الترانسكريبت او هي الكشف العلامات، هاي لازم تكون موقعه من الجامعه، بسموها اسلاك امضاء، تكون عليها اسلاك امضاء هاي الورقتين. مطلوب اكيد صوره عن الكملك او جواز السفر، وايضا لازم يكون اللي عنده شهاده سات او شهاده لغه او شهاده يوس، هاي مطلوبه ولكن ليست شرط اساسي. اذا وجدت فيك تحطها انت بالسيستم يطلبوها ممكن، واذا ما انها موجوده فاكيد هالشي ما انه مجبر عليه. امتى حيفتح التسجيل؟ فتح التسجيل من تاريخ 15/10/2019، حينتهي بتاريخ 31/10/2019، يعني حوالي 15 يوم انت خلالهم فيك تسجل على هي المنحه. بتمنى انه يكون الفيديو مفيد، انا احط رابط التسجيل طبعا تحت بالديسكربشن فيكم تشوفوه، واكيد دائما بانتظار اسئلتكم عن هي المنحه. لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بالشير واللايك. سلام.